طب ده كلام جميل على جدا، يا طلبات ريت، الخاصة بقطاع الصحة. ده كلام يفرح جدا جدا، اتفضل ويبقى مرة أخرى اتفضل الاستجابة السريعة دي بتحل مشكلة وبترفع الروح المعنوية للجميع. اتفضل. ينطبق على ذات الأمر طلبات الاستثمار في مجال التعليم، كان حصل فيها برضو مشكلة من حوالي سنة لما طلع قرار بإنه حظر الاستثمار في المدارس بأكثر من 10% إلا بموافقة خاصة. وإحنا بنتكلم على الصحة والتعليم، ده مفيش استثمار أحسن من الاستثمار في الصحة والتعليم. صحيح. التراخيص المعطلة، أي حاجة واقفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، ده زي ما تقول حضرتك إيه الثمار الدانية اللي ممكن نقطفها مرة واحدة كده قبل ما أدور على اللي لسه هروح أقنعه وأكلمه وأقول له لو حابب سمحت تكلمني تعالى على العاجل، الاستثمار العاجل اللي هو العاجل. موجود عندي. ده موجود، ده مستنيني بقاله شهرين ثلاثة وست أشهر، ده مش محتاج حاجة أكتر من كده. نعم. النصيحة الثالثة هي إن إحنا كلنا عارفين مشاكل الموازنة العامة، وكلنا عارفين حجم الدين، وكلنا عارفين كل الكلام ده، واتكلمنا فيه كتير ولازم نتكلم فيه أكتر. لكن هذه الأيام ليست أيام التقشف، لازم يحصل شوية إنفاق حتى لو أنا على حساب إن إحنا نأخر شوية مستهدفات ضبط الموازنة العامة والدين العام. إحنا النهاردة في وضع محتاج إن يحصل فيه صرف، وإن يبقى زي ما المسؤولين بيؤكدوا فعلا البضائع تبقى متوافرة ويبقى فيه الخدمات بتتوافر، يعني مش ده لحظة التقشف في الثلاث أربع أشهر الجايين. لا دكتور زياد معلش، فبتحشر النقطة دي مهمة، الحكومة تعمل ايه؟ لان احنا بنتكلم على مدار الفترة اللي فاتت نخفض شوية، نقلل شوية، نتقشف. حاجة بتقول لا مش وقت تقشف. لا مش وقت تقشف، على الأقل للثلاث أربع أشهر الجايين لحد ما الأمور تستقيم شوية، ولحد ما أي جهد خاص بالاستثمار والتصدير والإنتاج يبتدي العجلة تدور. محتاجين إن إحنا ما يبقاش هي ده الفترة اللي نقلق فيها زيادة عن اللزوم على موضوع الموازنة ونسبة الدين للموازنة العامة، ولازم ننزل بيها 75% زي ما اتقال في البيان المالي امبارح في مجلس النواب، وإن إحنا لازم الفائض الأولي يبقى كذا. معلش دي أشهر الأولوية فيها إن الناس تتوافر فيها احتياجاتها زي ما الحمد لله لحد دلوقتي متحقق. طيب حضرتك بتتكلم اتكلمنا على الحاجات اللي كانت معطله، ايه الاسباب؟ يعني عند حضرتك تفاصيل ليه بنعطل اي طلبات خاصه باستثمار بمشروعات بغيره؟ عند حضرتك تفاصيل ونحل الموضوع ده ازاي بحيث الامور ما تاخدش اوقات طويله جدا؟ والله انا نصيحتي بسيطه جدا، انا مضيت 3 سنين من عمري رئيسا لهيئه الاستثمار وعارفها كويس، وعامل عارف زملائي هناك، وهي هيئه جيده جدا والناس اللي فيها مخلصه تماما، ورئيسها الحالي المستشار محمد عبد الوهاب لا يدخر جهدا على الاطلاق. لكن الحاجه بتتقدم له، الموافقات القطاعيه بتيجي مره من الصناعه، مره من الزراعه، مره من الري، مره من السياحه. مطلوب بس انه هيئه الاستثمار يتم دعمها في تلبيه طلبات المستثمرين المعلقه.